حضرتك القانون انا بس رد عليه، لو جاء قانون ينظم الزنا اخد بيه؟ يعني ايه تاخد بيه؟ انت مجبر يجبرك قصدك يعني؟ لا سؤالك غلط يا اقف حماية للاسلام. سؤالك غلط يعني الله. انت حضرتك عاوز تعمل انقلاب على دولة ما هو اللي في فرنسا حصل كده، هم شافوا فرنسا اخواننا هناك يا مولانا من دخلش احمد ما دخلش انت اللي بتقول الكلام ده الخطير ده الكلام ده كلام ارهابي يا دكتور. انا لا اهون من امر الشريعه يا مولانا لا لا الله. انت في دوله فرنسيه دلوقتي وهم انا في دوله عند الصوره هينص على ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. حضرتك راضي من راضي وابي من ابى. انما ليس من حقك ان ترغم غيرك على معتقدك، ليس من حقك ان ترغم غيرك على معتقدك. وظيفتهم ايه؟ الفقه اراء متعدده ولا راي واحد. انا ما بتكلمش على الفقه، بتكلم على الشريعه يا استاذ مسؤول. ما تلخبطش ما بين الشريعه والفقه. انا بتكلم عن الشريعه. انت حضرتك الشريعه يا دكتور احرص الشريعه ولا ما احرص الشريعه؟ انت اللي تحرص الشريعه ولا الدوله ولا ولي الامر اللي انت انتخبته؟ لا اله الا الله. معترض على ولي الامر انه بيحرص الشريعه؟ قوم اعترض عليه في المجلس الشعبي. انا ما اقدرش اعترض عليه. امال انت بتقول انت اللي تحرص الشريعه ازاي؟ ما انا واحد من 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 من, من المتخصصين. يعني انت تدعو الى انقلاب على السلطه عشان تحمي الشريعه؟ افرض جالي شيخ، استنى عليا لو سمحت. لا سمحت يعني مو افرض جالك شيخ وقال لك انا معترض على الحاكم في المساله الفلانيه، اقول له قوم احرص الشريعه؟ هل حراسه الشريعه بتقسمها ازاي؟ التايتل ايه بتاعك عشان تحرص الشريعه؟ التفويض بتاع جبريل فين اللي بتحرص بيه الشريعه؟ مين اللي اديك التفويض ده؟ ربنا. فين الدليل؟ الله. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. ما انت بتحرض على الخروج عن ولي الامر. ما انت بتحرض على الخروج عن ولي الامر، مش ولي الامر اللي بينظم الدوله. طيب ولا لا شيخ احمد بس انت، طب ايه اللي بيدعوك لل يا شيخ احمد بس يعني لا يجب انك تنسحب. طيب هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم المناقشه اللي يبدو انها هتطلع في مناقشات مختلفه، هنكمل معاكم بعد الفاصل.